السلام عليكم ثاني الحلوين. إن شاء الله اليوم مادة الحاسوب رح نأخذ عن عنوان درس جديد البرمجيات. ما هي البرمجيات بالبداية؟ هي برامج بتكون بتساعد الحاسوب على إنه يخدم المستخدم. عندي أنواع للبرمجيات مثل برنامج الويندوز اللي هو نظام تشغيل برامج نظام التشغيل وبرامج تطبيقية. أنواع البرمجيات برامج نظام تشغيل وبرامج تطبيقية. برامج نظام التشغيل هي مثل برنامج الويندوز، هو برنامج بيساعد على تشغيل الجهاز وإنه يخدم الشخص اللي قاعد بيستخدم الحاسوب بشكل جيد. الآن ما في عندي جهاز حاسوب بيخدمني صح إلا إذا كان عليه الويندوز. النوعية الثانية من أنواع البرمجيات برامج تطبيقية اللي هي برامج أنا بطبق عليها شغلي، مثل برنامج الوورد اللي أنا بطبع عليه مثلا امتحاناتكم، عندك الكراسة، عندك الكتاب، أي ورقة أنا بشوفها بتكون مطبوعة على برنامج الوورد. برنامج الرسام موجود على كل أجهزة الحاسوب، بيكون موجود عشان يساعد الشخص إنه يرسم. في ناس بيشتغلوا عليه مش بس مثلا صف ثاني، ممكن يلعبوا عليه لعب، يسووا أشكال هندسية يلعبوا عليه. أما في ناس بيستخدموه لشغلهم، فهو برنامج بيطبق عليه الشغل اللي هو بده إياه. برنامج الحاسبة هو برنامج بيساعد الشخص على إنه يحسب بشكل سلس. بدل ما أنا أكون قاعدة على جهاز الحاسوب أحتاج أحسب شغلة، أضطر أروح أدور على آلة حاسبة، أو أضطر إني أمسك التليفون وأبحث عن الآلة الحاسبة وأطلع النتيجة اللي أنا بدي إياها، فهي موجودة عندي على جهاز الحاسوب حتى تخدمني. عندكم نفكر معا، هل تعتبر الألعاب على جهاز الحاسوب من البرمجيات؟ نعم هي من البرمجيات. الألعاب نعم هي من البرمجيات. بدنا نكتب هنا نعم. طيب ننتقل للصفحة 8 عشان تكون متأكد إنه شغلك صح، فهمت صح على المس. ميزنا بين البرمجيات، طبعا البرمجيات هي أشياء أنا ما بقدر ألمسها، هي موجودة أصلا على الكمبيوتر. مثلا هسه عندي برنامج الوورد هنا، أنا بقدر إني ألمسه؟ لا، هو برنامج موجود على الجهاز. نفس الإشي برنامج الويندوز، برنامج تشغيل الويندوز يعني، نفس الإشي أنا ما بقدر إني ألمسه. طيب الآن بدنا ننتقل مع بعض. ضع وجه ضاحك عند الإجابة الصحيحة وحدد نوع كل مما يلي: معدات أو برمجيات. هل الفأرة من المعدات ولا من البرمجيات؟ المعدات هي أشياء أنا بقدر إني ألمسها، بقدر أمسكها بإيدي. أما البرمجيات هي حكينا أشياء مثل الوورد، مثل برنامج الرسام، مثل الآلة الحاسبة، أشياء أنا ما بقدر ألمسها. طيب الماوس أو الفأرة أنا بقدر إني ألمسها؟ نعم، فهي إيش؟ من المعدات. وبرنامج الوورد اللي حكينا هو برنامج من برامج التطبيق، فهو من البرمجيات، فبدنا نحط وجه مبتسم عند البرمجيات. عندي هنا جزء من أجزاء الحاسوب، يعني داخل الحاسوب اللي بدهم مثلا بده يعمل صيانة للحاسوب أو بده يركب حاسوب رح يلمسه، يعني أشياء هاي بتلمس، فهي معدات من معدات الحاسوب. طيب برنامج الإكسل هو برنامج زي الوورد، بس هذا برنامج بدخل علامات مثلا أو بنظم العلامات. فإذا برنامج الوورد هو برنامج معدات ولا برمجيات؟ هو من البرمجيات. الشاشة من المعدات، لأني أنا بقدر إني ألمسها. لوحة المفاتيح كمان أنا بقدر ألمسها. برنامج الرسام، حكينا برنامج الرسام هو برنامج
هو نوع من أنواع البرامج التطبيقية، وحكينا البرامج التطبيقية هي نوع من أنواع البرمجيات، فإذا هو من البرمجيات. مكان ما إحنا بنحط السي دي نفس الإشي عند الصيانة مثلا، أو مثلا لما تيجي بدك تحط السي دي مش بيطلع لإلك قاعدة تحط فيها أنت السي دي، إحنا بنقدر نلمسها، فإذا هي من المعدات ولا من البرمجيات؟ هي من المعدات. وهون عندنا كمان نفس الإشي، شغلة بالصيانة أو بتركيب الحاسوب بتكون موجودة، أنا لو بدي أركب الحاسوب رح ألمسها، حكينا البرمجيات لا يمكن لمسها، فإذا هاي من المعدات. وهون عندنا برنامج على الشاشة، موجود برنامج رح يكون ما رح أقدر ألمسه، هسا أنا بقدر أني ألمس البرنامج نفسه؟ لا، فهو نوع من أنواع البرمجيات. وآخر إشي عندي السي دي، السي دي بقدر ألمسه، مش أنا حكيت هون بدي أحط السي دي في القاعدة، فإذا أنا السي دي بقدر ألمسه، فإذا هو من المعدات. يعطيكم العافية يا ثاني.